الفكر عايش وموجود وقت اللي عم بيمر راح وما بيعود عايش الدنيا عايش من دون حدود ببداية حلقة اليوم من يوميات بلا حدود بيعرفنا الدكتور حسان على تأسيس بيت العناية المعروف بمؤسسة الأب عفيف عسيران يلي مهمتها تأهيل الأحداث للانخراط من جديد بالمجتمع. المؤسسة اسمها مؤسسة الأب عفيف عسيران بيت العناية الفنار، كان بالأول اسمها مؤسسة بيت العناية الإلهية للأولاد المشردين، وبلشت دعوة الأب عفيف اللي ارتسم سنة 62، السنة ذات اللي تعرفت فيها علي أنا، كان يهتم بالأولاد بيعين العلكة المشردين الموجودين بالشارع اللي نايمين بالطرقات إلى آخره. ما كان في إصلاحية بالماضي، لذلك الأب عفيف كان كل همه يهتم بهالعينة من الأولاد ومن الناس، مش ضروري ممكن يجيب رجل كبير بالعمر ويهتم فيه ويقوي ويساعده إلى آخره. هالمؤسسة كان في حوالي 6 معامل تدرب الأولاد اللي يجيبوا من الشارع لأب عفيف ويهتم فيهم. كان في معمل أسانسيرات بتطالع فوق، معمل حدادي، معمل ألومنيوم، معمل نجارة، معمل ميكانيك سيارات. ما هالمعامل كلها كانت عم تعمل كهرباء، تمديدات كهرباء وتصليح آلات كهربائية والآخرية. هالمعامل أنتجت، هيئت وحضرت وشغلت عدد كبير من الأولاد اللي كانوا مشردين، واللي أعطاهم فرصة أنهم يرجعوا للحياة بطريقة غنية ومنتجة ويصيروا أشخاص معتبرين بالمجتمع. ولازالوا إلى اليوم بيجوا بعض الأشخاص اللي تقدموا بالحياة واللي عملوا مصانع واللي اهتموا بيجوا أو بيعلموا هون أو بيهتموا أنه مين من الأولاد قادر يشتغل تناخدوا نشغلوا معنا والآخرين. يعني في نوع من التضامن بين هالعين اللي تخرجت بالماضي والأولاد الموجودين حاليا. سنة 64 أنشئت هالمؤسسة هون وبلشت تجيب عينات وجرعات. نحن حاليا عم نتابع رسالة الأب عفيف عسيران بالضبط. عنا بحدود 50 ولد منهم قسم داخلي والباقي خارجي اللي بيساكنين بالمحيط هون. القسم الداخلي منهتم فيهم من نهار التنين الصبح للجمعة بعد الظهر، وبعدين بيروحوا أو عند أهلهم من تبقى من الأهل، أو بيروحوا على مؤسسات مثل الـ SOS، مثل
الميسيون دو في بيهتموا فيهم لانه بيكونوا حالات اجتماعيه صعبه ما فيش اهل وشي من هالنوع. بالجزء الثاني من حلقتنا لليوم منشوف كيف بتم تأهيل الأحداث مهنياً وثقافياً قبل إطلاق سراحهم. بأذار الماضي، بنيسان وأذار الماضي، اهتمينا نرجع لرسالة الأب عفيف بالضبط اللي كان يجيب من الشوارع. نحن بعد ما ألغيت الإصلاحية عن الفنار سكرت، أخذوا كل هالموقوفين على سجن رومي. وأنتوا بتعرفوا أنه بسجن رومي يعني اللي بيبقى معه سيرتفيكا بيطلع بالليسانس من أوليك بكل أبعاد الكلمة. اهتمينا أن نجيب العينة من الموقوفين، حوالي بلشنا حوالي 15 ولد تحت السن أو قاصرين وموقوفين، موقفين كحماية لإلهم إنه يتشردوا أكتر ويضيعوا أكتر. تمينا لحد هلا أن 8 أطلق سبيلهم لأنه عادوا للحياة الاجتماعية وعادوا ينجوا وعادوا يشتغلوا مع أهلهم والآخره. في منهم لبنانيين في منهم سوريين، وهلا عنا بحدود 8 باقيين بنعمل لهم محو أمية وبنعمل لهم تأهيل مهني ميكانيك سيارات بالمعمل، وفي عنا خطة للمستقبل إنه هالولد اللي ما عنده أهل واللي منخاف إنه يضيع بالشارع بنبعته مندبر له شغل هون قريب بالمحيط، بيروح بيشتغل وبيرجع بينام هون بنقويه هون تنضل محافظين عليه تما يرجع يشرد والآخرين. أنا محامية بمؤسسة الأب عفيف عسيران ضمن جروب من المحاميات، صرنا من حوالي 2005 نشتغل على القانون 422 اللي هو اللي بيهتم بالأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الانحراف، مع الأستاذة منى عفاش معالي الوزيرة، ونحن نسعى عم نقدم عمل تطوعي لكل الأولاد اللي ما عندهم محامين سواء بالسجن أو بالمؤسسة اللي بيتحولوا لعنا بموجب أحكام أو بيتحولوا بموجب تدبير إنه ينوضعوا عنا بالمؤسسة. ناخد عبر وزارة العدل، بيكون صادر حكم بتوقيف الحدث منعا من زيادة انحرافه والآخري، بيحولوا لنا إياه حتى بلوغ سن الرشد، بيكون عمره 14-15 سنة إلى آخره. وهون نحن بنشتغل عليه، بنعلمه من أهله ومن أهله مهنيا، نعطيه مهنة بيده بصير قادر إنه يبادل هالمهنة بالمجتمع اللي عايش فيه. وإذا هون مهم جدا، عم يطلعوا رجال من هالمؤسسة بالضبط. نحن مؤسسة موجودة بالسجن مع الأحداث، بتتحولنا من إدارة السجن الكل تقريبا أغلبية الأحداث اللي ما عندهم قدرة أو إمكانية يكونوا عم بيوكلوا محامي، لأنه من حقوق الطفل أو حقوق الحدث أنه يكون عنده محامي يدافع عنه. هيدا صعيد السجن نحن اللي نشتغل معهم، والصعيد عنا بيتحولوا بموجب أو قرار حماية من قاضي الأحداث أو بموجب حكم تدبير ينوضع الولد بمعهد الإصلاح، بيتحول بهالطريقة لعنا على المؤسسة. ونحن بموجب ما يتحول لهون بأول ما يوصل نستلم ملفه على كل المستويات الاجتماعية القانونية، حتى بنشغل بجروب الاجتماعي هون كتير مع الأهل على كل المستويات، بنسعى قد ما فينا أنه نكون عم نحيط الولد بكل الإطارات. قبل الفاصل منشوف بفقرة لحظات بلا حدود أول محاولة غطس لسيرين من الموسم الأول. يا
يعني رح نحطه نتنفس فيه نص دقيقة هلا برات المي، ونرجع بنعمله وجهنا على المي وبنرجع بعدين ننزل. حطي الماسك هلا؟ ايه حطي الماسك. ليه طلعتي ضيق نفسي؟ لا بس عم جربها كرت. اوكي بيرفكت وكثير منيحة، بدي نعملها دقيقتين كونتينيو بلا ما نوقف. اوكي يلا رجعي. ايه انا بس اعمل لك هيك بايدي طلعي، ما بدي اروح مطرح بايدي. بالجزء الأخير لليوم بخبرونا الدكتور حسان عوضة والمحامية جوسلين كرم عن حسنات الإصلاحية ومزاياها مقارنة بالسجن. هالمؤسسة بالوقت الحاضر عم تقوم بدورين، دور للحالات الاجتماعية الصعبة اللي هن تلاميذنا العادي، والدور الثاني للحالات اللي مرقت بظروف وكان في إمكانية إنها تتحول لإجرام أو أعمال غير مقبولة قانونياً. أنا بالنسبة لي إنه أول شيء تعديل هالمادة، عدم سجنه، ما لازم يكون مطرح الحبس. ثاني شيء يكون في بوزارة الشؤون بكافة الوزارات تهتم بوضع هالولاد، يعني وقت ينلقط ولد بهيدا الوضع ينشغل إنه مع إكيب متخصص ينعمل له وراقه، ينعطى إطار قضائي شيء يقدر يمشي فيه، ورقة مختار ينحط، يكون في مراكز تستقبل هالولاد اللي ما عنده حدا. نحن ما عنا يعني عنا مشكلة أساسية، ما عنا مراكز كافية تقدر تستوعب كل الحالات الموجودة عنا، خاصة بالأزمة السورية كمان اللي لازم نحكي فيها العدد الهائل اللي صار. في عنا عدد أحداث هائل موجود من الجنسية السورية كمان عم نعاني من نفس المشكلة معهم، نحنا كمان منتبعهم، بس كمان عم نوصل لمطرح إنه ما عم نقدر نستوعب أبداً كل هالحالات. تأمل بالوجود بتلاقي العطاء، دنيا بلا حدود، من شمس وقمر لحبة عنقود، خير لكل الناس من دون حدود. بيبقى هالعطر وبتتبل بالفكر عايش وموجود، وقت اللي عم بيمر راح وما بيعود. عيش الدنيا عيش من دون حدود، حبيبي ماله لون الحب بلا حدود، ونحن هون لأنه موجود، ما هو بلا حدود.